جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم التطيب أثناء الصيام، وما حكم استعمال معجون الأسنان والإنسان صائم؟ التطيب بالعطورات لا بأس به، بالثوب أو بالبدن لا بأس به، أما التطيب بالبخور واستنشاقه فهذا لا يجوز للصائم، لأن الدخان يدخل إلى خياشيمه ويمتد إلى دماغه وإلى منافذ جسمه، ما يعني يكسبه نشاطا ويدخل إلى داخل جسمه، فلا يجوز تعمد شم البخور، وإذا تعمده فإنه يفسد صيامه. هذا ما يقال في الطيب، أنه على قسمين، عطورات سوائل هذه لا بأس بها، بخور هذا لا يجوز تعمد شمه، كذلك الطيب المسحوق، الطيب المسحوق مثل مسحوق المسك وغيره مما يتطاير، هذا أيضا لا يشمه الصائم لأنه ينفذ إلى دماغه وإلى جوفه. نعم.